قافله ما في شك. لكن خلينا نبدا من نهايه التقرير. اسم وتاريخ يوسف مصطفى ظل وفيا لتلفزيون الكويت، يعني ما اغرته القنوات الخاصه، ما اغرته القنوات الاخباريه الخارجيه كثيره. صحيح. ولو بنعدها يعني ما شاء الله قنوات وقنوات اخباريه متخصصه على مستوى عالي. صحيح. معقولة ما أغرتك يعني ما أغرتك هالقنوات هذه؟ بلى والله صراحة، هو في مقدمتهم البي بي سي في لندن، لأن أنا عملت في البي بي سي لأكثر من دورة. وأتذكر في حرب تحرير العراق 2003 كان عقدي جاهز مع البي بي سي علشان يستعينون فيني في كمذيع ومقدم برامج سياسية عندهم. بس أتذكر أن الوكيل السابق في وزارة الإعلام قال لا، هذا ولدنا، وهذا وقت الآن في حرب تحرير العراق ضد نظام الطاغية المحبور صدام حسين. فراحت فرصة، وفرص كثيرة جدا وعروض كثيرة جدا. مو متحسف عليه؟ لا، لأن أعتبر نفسي أنا خادم لهذا الوطن ولإعلام هذا الوطن. يعني أنا مسيرتي الآن امتدت لأكثر من 45 سنة ماشي في الإعلام الكويتي. فما مو من السهل أنك أنت مولود في هذا المبنى أنك أنت تروح في بيت ثاني. هذا بيتي، أنا شفته أكثر مما شفت بيتي، أكثر مما شفت أولادي. يعني أمانة أولادي كبروا من غير ما أحس، لأن جهدنا وإعلامنا اللي بينيناه مثل ما يقولون حجر حجر، هو أخذ وقتي كله. فمن الصعب، وأتشرف أني أنا أحد مؤسسي قناة الصباح الإخبارية الحقيقة. نعم. وشكرا أيضا لمالك القناة أن أراد أني الوثق. نعم. 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 ولما طلعنا القناة قال أنا أبيك عندي، قلت له ما أقدر الحقيقة أستغني عن الإعلام الكويتي، ورديت كملت في الإعلام الكويتي. والحمد لله مسكت يعني كل تقريبا معظم القطاعات في الأخبار. نعم. في وزارة الإعلام، الأخبار، البرامج السياسية، تلفزيون الكويت، إذاعة الكويت، إدارة السياحة. نعم. إدارة المذيعين، الإعلام الجديد، الإعلام الجديد. نعم. هذه القطاعات يعني أكثر حوالي 12 عام في القيادة الإعلامية أكسبتني خبرة كبيرة. نعم.